مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من وول ستريت، والتي نقدمها من ناسداك من التايم سكوير في نيويورك. مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية مؤخرا أعلنت عن تخفيض التقييم الائتماني لتونس نتيجة تزايد المخاطر خلال فترة التغيير السياسي والانتقال. مؤسسة ستاندرد أند بورز كانت أو كان تقييم تونس لدى المؤسسة مستقر، الآن أصبح بالسالب. أعد هذا التقرير وهذا التقييم كريستيان إيسترز الذي ينضم إلي الآن من فرانكفورت في ألمانيا. كريستيان، بداية أحب أن أعرف ما هي القواعد التي تقومون أو تعتمدونها في تقييم ائتمان أو درجة الائتمان أو التصنيف الائتماني لدولة ما؟ كيف ترفعون هذا التقييم وتخفضون هذا التقييم؟ نعم، هذا سؤال هام في الواقع. نحن نصنف عالميا، نصنف 126 دولة ونصنفها حسب نفس المعايير. نبدأ بتحليل للمخاطر السياسية ونرى كيف صنع السياسة والمؤسسات تؤثر على التصنيف الائتماني لحكومة ما، وأيضا ننظر على الأداء الاقتصادي للبلد بحيث أن مستويات الدخل وتنوع الاقتصاد وأيضا هشاشة الاقتصاد، كل هذه تحظى بتصنيفات. ثم ننظر على الملف الخارجي أو الملامح الخارجية للاقتصاد، مثل ميزان المدفوعات، الصادرات، الاستثمارات الأجنبية، وننظر على الميزانية الخارجية حتى نعرف مستوى الديون الخارجية. ونحن أيضا ننظر على السمات المالية للحكومة بحيث نأخذ في الاعتبار توازن الميزانية والديون المالية وأيضا الديون الناجمة عن قطاع المصارف أو قطاع الشركات العامة. ثم ننظر عند التصنيف ننظر على المرونة وقدرة الحكومة والبنوك المركزية على التخفيف من أي هبوط اقتصادي عن طريق مراقبة السياسة المالية وأيضا عن طريق إدارة السيولة في الاقتصاد. كريستيان، كيف تحصلون على تلك المعلومات؟ هل تحصلون على تلك المعلومات من الدولة التي تريدون إجراء التقييم لها، أم تحصلون عليها من المؤسسات الدولية؟ ما هي مصادر الحصول على المعلومات حول دولة ما؟ نحن نعتمد على العديد من المصادر. من ناحية، نعم، نحن ننظر على الإحصائيات المتوفرة عالميا من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى، ونأخذ أيضا في الاعتبار المصادر الإحصائية من البلاد، مثلا من مكتب الإحصاء الوطني. ونحن وبشكل نموذجي لنا علاقة تفاعلية مع الحكومة، بحيث أننا عندما نقيم أو نصنف الحكومة فإننا نريد من الحكومة أن تقدم لنا المعلومات الإحصائية، وأيضا نحصل على معلومات نوعية، بمعنى ما هي خططهم الخاصة بالسياسة المالية على سبيل المثال، ما هي هذه الخطة. إذا نعتمد على العديد من المصادر، البعض منها من البلد ومن السلطات، والبعض من مصادر عالمية مثل صندوق النقد الدولي. كريستيان، تونس هي إحدى الدول شمال إفريقيا، ما هي النظرة العامة للمستقبل الاقتصادي في تلك المنطقة قبل أن نبدأ الحديث عن تونس بشكل خاص؟ في الواقع نحن نقوم بالنظر على وتحليل كل بلد على حدة. لو نظرنا على البلاد في شمال إفريقيا، مثلا المغرب، في المغرب
المؤسسات تمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء في يوليو، ونحن نتوقع من النمو أن يكون عاليا هذا العام. أما العجز المالي فإنه سيبقى معتدلا حوالي 3% من الناتج القومي العام. المغرب أيضا لها مشاكل خاصة بالدعم والتي تشكل تحديا للميزانية المركزية، ولكن هذا هو المغرب. لكن لو نظرنا على مصر على النقيض نرى أن تصنيف مصر هو دبل بي بالمقارنة مع المغرب وهي تريبل بي ماينس. في مصر نحن نعتقد أن حقيقة أن هناك محاولة لتخفيف المخاطر السياسية، ولكن في حالة مصر الموقف السياسي لا يزال غير مؤكد لأن الانتخابات أجلت والعجز المالي عالي حوالي 10%. وأيضا نحن نرى مخاطر هبوط اقتصادي نتيجة إذا الانتقال السياسي تطلب وقتا أطول مما نعتقد. هذا يمكن أن يشكل مخاطر، وأيضا نرى مخاطر يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف لو مقدار التمويل هذا العام يكون أقل، بمعنى أن العجز المالي لا يمكن أن يمول بالطريقة المخطط له حاليا. إذن هذا يختلف حسب الدولة التي ننظر عليها. سوف نتحدث عن تونس بعد دقيقة من الآن، وهناك شيء يلقي بظلاله على بعض الاقتصاديات في شمال إفريقيا، مثلا في ليبيا، ونتيجة للموقف هناك، وهذا الموقف له تأثيرات على دول أخرى. لو نظرت على تونس مثلا فإن قطاع السياحة في تونس تأثر ليس فقط نتيجة لما يجري في تونس، وإنما أيضا نتيجة للموقف في ليبيا، حيث السياح من الخارج لا يفرقون بين الدول في شمال إفريقيا، وبالتالي هناك تأثير على السياحة وتأثير على الأداء الاقتصادي في قطاع السياحة هذا العام. كريستيان، قبل أن نبدأ الحديث عن تونس أحب أن أسألك، ما هو دور الديمقراطية في أو ما هو علاقة الديمقراطية بالنمو الاقتصادي؟ وإذا كانت الديمقراطية هامة لدفع النمو الاقتصادي، كيف تفسر دولة مثل جنوب أفريقيا لديها ديمقراطية الآن ولديها وضع اقتصادي متدهور؟ هل الديمقراطية سؤالي هامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي؟ عندما نقوم بإعطاء تصنيف لحكومة سيادية فإننا لا نعبر عن وجهة نظر أو تفضيل لأي نظام سياسي معين، سواء كان نظام ديمقراطي أو نظام سلطوي. ما ننظر عليه هو كيف يهم أو تهم الأمور، وهل النظام مستقر إلى حد أن المستثمرين والشركات المستهلكين هل لديهم خطط تسمح لهم بالاستثمار والتنبؤ بالموقف في العام القادم مثلا الموقف الاقتصادي. في النظام الديمقراطي هناك ضوابط وتوازنات أكثر تقوم بحماية الحكومة من الأخطاء في صنع السياسة، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية صحيحة في الدول السلطوية. مرة أخرى أنا لا أعبر عن تفضيل، هذا ليس دور ستاندرد أند بورز أن تفضل نظام على نظام آخر، ولكننا نقوم بتقييم استحقاق الائتمان للحكومة و ننظر على المخاطر في النظامين. هناك دول نقوم بتصنيفها الموقف السياسي فيها يكون مستقرا، ولكن حقيقة أن الحكومة الحالية مثلا يبدو
سواء الحكومة أو الرئيس تبدو في سيناريو لا يكون فيه واضحا من الذي سيخلف الحكومة أو الرئيس. مرة أخرى نحن لا نحابي هذه الحكومة أو تلك. كريستيان إيسترز هناك الكثير لنتحدث عنه عن هذا الموضوع، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لمواصلة هذه الحلقة من وول ستريت، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وهذه الحلقة من وول ستريت، والتي نقدمها من ناسداك، من تايمز سكوير في نيويورك، ومن فرانكفورت في ألمانيا. وضيفي هو كريستيان إيسترز، باحث في ستاندرد أند بورز العالمية، والذي قام بعد التقرير عن تخفيض التقييم الائتماني لتونس نظرا للمخاطر التي تتزايد خلال عملية الانتقال السلطة والتغيير السياسي. كريستيان إيسترز أهلا بك. نبدأ الحديث الآن عن تقريرك أو عن تخفيض نظرة المستقبلية لتونس إلى سالب من مستقر. ما هي الأسباب التي اعتمدت عليها في هذا التخفيض؟ الذي دفع النظرة السلبية فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لتونس هو أن الانتقال السياسي تطلب وقتاً أكثر مما ينبغي. أيضاً الشفافية في المنظور الاقتصادي لتونس غير واضح، ولا نعرف ما هو شكل الحكومة وما هي سياساتها وما هي الهياكل الإصلاحية في تونس. ستكون هناك انتخابات دستورية كان من المقرر إجراؤها في منتصف 2011، والآن تأجلت إلى أكتوبر. أيضا هناك الحكومة، حكومة تسيير الأعمال الحالية، ليس لها تفويض طويل المدى كي تقوم بإجراء الإصلاحات، وبالتالي هناك مستوى عال من عدم اليقين في تونس حاليا. ونحن نعتقد أنه على المديين المتوسط والطويل تونس لها إمكانية أن تعود إلى نمو اقتصادي حوالي 5% في العام، وكان هذا هو الحال لعدد من السنوات. وبالتالي نحن نتوقع من قطاع السياحة أن يعود، ولكن هناك إمكانية وهناك مخاطرة أن الحكومة المستقبلية يمكن أن تعتمد نهجاً لا يحظى بثقة المستثمرين. هذا العام نتوقع من النمو أن يكون حوالي 1%، وهو أقل بكثير مما رأيناه في المتوسط في الأعوام السابقة. قطاع السياحة أيضاً انخفض، وحوالي 50% تخفيض بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. بالنسبة لقطاع السياحة، السبب يعود إلى ما حدث في تونس، وأيضا كما قلت سابقا ما نعتبر أنه تأثير من ليبيا. هذا التأثير أثر على السياحة. في نفس الوقت نستطيع أن نقول أن الاستثمارات الخارجية انخفضت في السنوات الماضية نتيجة لهذه العوامل. المستثمرون الأجانب الذين يفكرون بالاستثمار في تونس يترددون ولا يعرفون ماذا سيحدث وكيف ستكون نهاية الفترة الانتقالية. كل هذا هو الذي أدى بنظرتنا السلبية فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لتونس. عندما نعطي هذا التصنيف سواء كان لدولة سيادية أو لمصرف، فهذا يعني أننا نرى احتمال ثلث أو 30% أن الائتمان سيكون أقل في العام أو العامين القادمين. كريستيان، هل تعتقد أنه في حالة مثل حالة تونس يمكن للاستثمارات المحلية أن تبدأ عجلة التنمية لتعويض نقص الاستثمارات الأجنبية؟
أعتقد أن الاستثمارات المحلية تخضع لقيود وهي نفس العوامل التي يخضع لها الاستثمار الأجنبي. مرة أخرى هذا له علاقة بالثقة في الاقتصاد والثقة في الاستقرار السياسي والاستقرار المؤسسي. أعتقد أن العوامل التي تمنع الاستثمار الأجنبي أيضا تميل إلى أن تشكل عقبات أمام الاستثمار المحلي، وأيضا أعتقد أنه بشكل عام ربما من الصعب أن نرى كيف أن الاستثمارات المحلية يمكن أن تكون بديلاً عن الاستثمار الأجنبي. نحن هنا نتحدث عن انتقال تكنولوجيا وانتقال المعرفة، حيث الاستثمار الأجنبي في تونس ولدول كثيرة في العالم يعتبر عامل مهم لتطوير الاقتصاد. كريستيان، في التقرير ذكرت أنك تؤكد على تقييم BBB+A3 للعملة الأجنبية وللعملة المحلية ولائتمان بنك تونس المركزي، ماذا يعني هذا فعليا؟ نحن نقوم بالتمييز بين تصنيف العملة الأجنبية والعملة المحلية. في حالة تونس تصنيف العملة الأجنبية هو BBB-، وتصنيف العملة المحلية هو BBB، وبالتالي هو أفضل قليلا من تصنيف العملة الأجنبية. ماذا يعني هذا؟ عندما نصنف حكومة سيادية فأحيانا نقوم بعمل هذا التمييز بحيث أن تصنيف العملة المحلية يكون أعلى، وهذا يشير إلى قدرة واستعداد الحكومة على دفع ديونها بعملتها المحلية في الوقت المحدد. في حالة تونس ننظر على الحكومة التونسية أو نتوقع منها أن تقوم بسداد ديونها بالدينار التونسي. أما العملة الأجنبية وتصنيف العملة الأجنبية فهذا يركز على القدرة على دفع الديون بالعملة الأجنبية في الموعد، بحيث أن هذه يمكن أن تسدد بالدولار أو باليورو. لماذا؟ أعتقد أن السؤال المثير للاهتمام هو لماذا التمييز بين هذين النوعين من التصنيف؟ نحن نعتقد أنه سيكون من الأسهل على الحكومة أن تدفع ديونها بعملتها المحلية بالدينار في حالة تونس مثلا، وذلك لأن الحكومة أو السلطات أو البنك المركزي لديهم إمكانية طباعة النقود، وبالتالي الحكومة السيادية لها سلطات واسعة واختصاصات بما فيها إمكانية طباعة النقود. ربما لا توجد حكومة تقوم بطباعة الأموال أو النقود بحيث أن يكون هناك تضخم عال جدا، ولكن إذا كان هناك استعداد لدفع الديون بالعملة الأجنبية فهناك فرصة للوصول إلى السوق المحلي بالدينار، وتستطيع أن تطبع الدينار، وهذا سيسهل إمكانية الدفع بالعملة المحلية. لهذا السبب نحن نقوم بهذا التمييز. وفي حالة تونس هناك فرق شرطة بين الاثنين، في BBB- للديون الخارجية بالعملة الصعبة و BBB لسداد الديون بالعملة المحلية، وهذان التصنيفان لهما نظرة سلبية، بمعنى أن هذا التصنيف يمكن أن يكون أقل في العام أو العامين القادمين، وهذا الاحتمال هو الثلث. كريستيان، في دقيقة واحدة نظراً لضيق وقت البرنامج، هل يمكن للشراكة التونسية الأوروبية، تونس لديها شراكة قوية مع أوروبا، أن تفعل شيئاً بالنسبة لتعديل موقف تونس الائتماني ودفع النمو الاقتصادي في تونس؟ تونس تتوقع تمويلا لعجزها المالي من الشركاء الرسميين، وأيضا من خلال تعهدات قمة الثمانية والبنك الدولي،
وأعتقد أن هذا ساعد تونس على التغلب على الموقف الذي تواجهه من حيث العجز المالي. أيضا بعد أن قلت هذا، هذه العوامل التي تقيد النمو الاقتصادي التونسي بصورة أساسية، هذه العوامل يجب التطرق إليها داخل تونس. مثلا بطالة الشباب، الافتقار لاستعمال مهارات السكان الشبان، وأيضا الجمود الهيكلي، وأيضا الافتقار إلى الثقة في الشركات وفي المستثمرين. هذه القضية الأساسية التي يجب التطرق إليها لاستعادة العافية من ناحية النمو الاقتصادي هي المساعدات من الشركاء الأوروبيين. يمكن أن تساعد في هذا المجال، ولكن القضايا الأساسية يجب أن يتم التطرق إليها لاستعادة عافية النمو الاقتصادي. كريستيان إيسترز من ستاندرد أند بورز العالمية من فرانكفورت، شكرا لك. بهذا تنتهي هذه الحلقة من وول ستريت. شكرا لكم وإلى اللقاء الأسبوع القادم.